لذلك أنا كان لزاما علي كفنان فلسطيني يعني امتلكت هاي الموهبة إني أحاول إني أؤرخ لقضية اللجوء الفلسطيني وبالذات أرسم وجوه الشتات، أرسم معاناتنا وأؤرخ لهذه اللحظة وهذه القسوة أو هاي الجريمة العالمية بحق الشعب الفلسطيني. بعتبر الفن هو سلاح مثل البندقية، الجرافيك سلاح مثل البندقية، لكن أنا إحنا لأنه أصحاب قضية ما بنوجهه إلى الجماليات، إلى رسم مثلا الآثار، إلى رسم الفتيات الجميلات، إنما بنوجهه لرسم قضيتنا ومحاولة تحويله إلى سلاح في وجه هذا العدو. الفن أنا استخدمت الفن يعني خرجت فيه إلى الشارع من خلال جداريات في الشارع أمام طلاب المدارس لأعطي الطلاب قيمة الوطنية. ضلك رايح عبين ما شو بالحقيقة يعني مشاعر كثير مؤلمة لأنها بتعبر في عن تاريخنا وعن تاريخ آبائنا وأجدادنا، وبالحقيقة بتعبر عن آمالنا أيضا. لوحات تحمل آلام الأجداد وآمال الأبناء. نعم. هذا الشعور طبعا شعور مختلط ما بين الأمل والألم، الأمل الألم التي عشناها وعاشها أجدادنا، والأمل أيضا في العودة إلى وطننا فلسطين إن شاء الله تعالى.